يا كامل عايزاك من فضلك استنى بس، مش كل ما اكلمك تقولي مشغول، وبعدين انا عايزاك عشان الولاد، ولا دول كمان مش مهمين؟ لا مهمين، انا مطمن عليهم، انت بس اللي مكبره الموضوع. تجنني. ايوه يا كامل استنى عايزاك. يعني الصبح خناق وبالليل خناق، هو انتوا ما بتزهقوش؟ انت مالك انت؟ بعدين انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ انا مش صاحبتك على فكره. انتوا اصلا مش مستحملين بعض ولا عارفين تعيشوا مع بعض في بيت واحد. على فكره بقى في اختراع اسمه طلاق. عارفاه يا حبيبتي، وما قدرتش عليه عشان خايفه عليكم. خايفه علينا ولا خايفه على منظرك قدام الناس؟ ولو خايفه علينا بجد فانا اللي بقول لك اتطلقي، هو احسن ما تعيشي في علاقه توكسيك. وانت بقى اللي بتنصحيني؟ بصي على نفسك، على حياتك، على اسلوبك. ايه حياتك دي؟ حياتي وانا حره فيها طول ما انا ما باذيش حد، فما حدش ليه دعوه بيا. بس انتوا بتاذونا باللي انتوا بتعملوه.